صباح الخير، السلام عليكم. مع اني كنت ما ادري اعمل لايف تاني، لان البطاريه نازله ضعيف، عملته قبل شويه. لكن المنظر ده عجبني، في ضوء العماره، يا في العماره دي البرج ده، نعم برج برج، لكن حركه حلوه كانت يعني. طيب انا لسه في كيل، العاصمه الماليزيه، في شارع ألور، في اليوم الثامن لرياضة النشط الصباحية. خلينا نشوف الشارع ده فيه شنو. نكمل به اللايف ده. شفت المنظر ده حلو كيف؟ لكن ما عرفت يا عمارة مقبلة في الشكل دي، كلها طبعا أبراج سكنية أو فنادق. السما شايلة طبعا. أي لحظة ممكن تصب. طيب بتابع الحاصل في 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 عندنا هناك في السودان، والموضوع ده مريحني خالص. جيران ده اسم الشارع، الموضوع مريحني خالص. الناس ما عندها اي احساس بالمسؤولية للأسف، وده ممكن يدخلنا في مشاكل كثيرة، لانه احنا عارفين انه وزارة الصحة والحكومة ذاتها ما عندها قروش وما عندها قدرة انها تتصدى لكورونا ده. لو الحكاية بقت لا قدر الله حصل لها بريك، وبراكم شفتوا كلام وزير الصحة براكم. ساند فار ساند، عادي كملت من حمد الدنيا بالمشي. يا سهر ازيك، صباح الخير، كيف الحال؟ رمضان كريم يا خصوص، على خير، بنتقبل منا منكم صالح الاعمال، وجعلنا من عتق هذا الشهر الفضيل كده. قلت الطقم كله مع بعض. اي والله، لكن لازم انت عارفه، لانه انا صار لي شهرين ما 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 ما, ما خشيت جيم يعني، لما جيت البلد دي، فما عندي حيل اتريض. امشي المشي ده، شفت كيف؟ بعدين ما ادري سكري، فلازم احرق يعني. طيب انا كمل الشارع ده، مش قبل كده لما كنت ماشي على كي ال سي سي اللي هو فيها التوين تاور. الحقيقه ما كنت ماشي، انا مشيت بحته ثانيه ورحت في الحته دي، فناس جايها وعارف انا ماشي على وين، مش بيقولوا هن شق الديار علم. هذا الحاصل، عين الجمال ده كيف الحته دي، انا عملت فيها لايف من حقت الأمية بتاعت الكهرباء دي، أتذكرها، لكن عن الجمال ده كيف الحتة دي. الشوارع دي كلها ساند فان ساند، رمضان كريم عليك، الله أكرم يا سحر، الله يوفقك. الشوارع دي كلها بالطريقة دي بالجمال ده، شايفينها كيف؟ قايمة كيف؟ وعندي وراء غابة عديل. كان جيت هنا وتكلمت عن الحركة اللي عاملينها للبلايند بيبول، ودي ناس العجلات الشارع، شايفين الجمال ده كيف؟ كده نشوف المبنى ده. انا طبعا بحاول بقدر الامكان ما اكون في شارع رئيسيه، لا ناس البوليس بيكون حين في اكثر في مواترهم وبتاع. طيب الشارع ده اسمه شنو ماشيين فيه ده؟ خلينا اصل قدام المسله دي، زي الناس اللي مشت القاهره، المسله دي بتشاف من بعيد، تحس انها قريبه ما في الحركه دي، لكن لو شاف من بعيد بيشوف زي كانت في ماسبيرو مش في الزمالك ولا وين، اللي هو بتاع الاذاعه والتلفزيون. نازل قطع شيء كده عشان يقوموا الابراج طبعا، لان البلد كلها كانت بالشكل ده، دي الحال في امتى يعني تاريخيا كده يعني. طيب الشارع اسمه راجا تولان، عامل حاجة فوق دي كيف؟ جلان دي مش ده شارع رئيسي زي ده. نشوف الحاجة دي كده، نقرب منها، نشوف المسلة دي بتاعت شنو؟ طرمبات البنزين دي فيها سيلف سيرفيس، بتجيب كوب البنزين زي في الأفلام، في حتة بتدفع فيها، لو عايز تدفع بفكة حديد ولا بعملات ورقية، كلها كده، أو تدفع ببطاقة اي تي ام ولا فيزا كارد ولا كده يعني.
امريكان اكسبريس كارد البند من 1919 سان فانسان جمال عجيب اتابع بقلق ابوي بحب البلد دي كان موجود فيها بكره بوريه اللايف العجيب ده اي يا ريت والله لا ما تعبي بقلق الموضوع هنا كويس بالمناسبه ولا تتكلم على السودان اها طيب والله كلنا متابع بقلق غايت الله يطف الناس تحيه للوالد طيب وصلنا المسله دي ما عرفنا شنو لسه عين المباني القديمه كيف طبعا احلى مباني شفتها انا في 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 بينانج وقديمه زي ده يعني تكون 1800 وحاجه عارف كده وبتاع انا راح سيلفي مع الحته دي سيلفي باللايف السلام عليكم يا جماعه طيب وصلنا حته مقفوله عين الغابات دي كيف والحاجات دي غابات عديل ما عرفت الحاجة دي شنو لكن إلا أفتشها في جوجل أزرع مع جوجل أقول البتاعة دي شنو المسلة دي يعني حتة جميلة جدا طبعا الحتات دي كلها قبل الكوفيد 19 كانت عمرانة وجايطة وقصص رياضة يعني بالناس يعني مزدحمة يعني حذر هذا حذر لكن هسه طبعا لو فاتحة بتكون تيك اواي بس ايوه انا ضايع ساند فان ساند يا زول ركز نحن في ماليزيا هسه ما رجع رجعنا السودان مش كده انترناشونال كوزين حلو بيزا وباستا وحاجات ده معناها اكل ايطالي انا ضايع اخد ليس في الحته دي اكثر حاجه بتلاقينا طبعا انا عارفه دي بتاعت البوديست دي هي محرقه ولا حته بتاعت عباده افتكر حته بتاعت عباده لان الناس بيقعدوا هنا بياخدوا اسمه شنو بيتبركوا كده استاذن الناس دي عشان ما يعمل لنا مشكله شوف Good morning. Can I just take a picture here? This? It's okay? Okay, I know. المحل ده من 1919. هذا اسمه أمباس. اولد مالي مالي دي القوميه الاساسيه بتاع البلد اخذ منها اسم ماليزيا ذاته هي شايفين ده البار بتاعهم البار الخارجي يكون في بار جوا لانه فيه كابتن بار المحل كله جوا ده بار كله بارات شايفين ما اعرف انا بقدر اصور كلوزد لانه حته بتاعت الكوفيد 19 شايفين البار عامل جوا كيف كنت بقول انه الماليزي من القوميات الاساسيه في البلد يمكن الماركه بتاعت الجراب برضو قاعده شايفين مقفول عشان الكوفيد 19 القفل الاول كان لحد 31 31 مارس بعد ذاك اتعمل 15 ابريل تاني بيجا لحدي الحته بتاعت اخر الشهر تاني بعد ذاك مدوه التمديد الاخير لحد يوم 12 مايو بتاعت 12 مايو على حسب اللي بيحصل من التقارير اليوميه بيطلع كله على راس الساعه او اقل من راس الساعه كمان بالاعداد شرف التلفزيون بعد ذاك بيحددوا يا اما يوم 12 رفعوا MCO الناس عندهم MCO ما عندهم ال اللوك داون فيرفعوا ال MCO يا بعد عين تفضل كيف يا بعد ذاك مدو تاني لو رفعوه البلد حتفتح
لكن طبعا اول اسبوع ما حتفتح نهائي، يعني ما حتفتح بصوره كامله، يعني حيبدوا يفتحوا في المولات حبه حبه، حيفتحوا المدارس ما حيفتحوها هسي كده، زي الحص زي 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 سمعت امبارح في الاخبار في فرنسا انهم قالوا في شهر مايو حيفتحوا البلد، حيفتحوا الخدمات الاساسيه والناس تواصل في حته تحت السوشيال ديستانسينج في الشارع. وبعد ذاك هم عندهم الحته بتاعت ال ذاكرة سهل وزول سهل يقعد فيها. بعد ذاك هم عندهم المدارس والجامعات يفتحوها متاخر شويه بعد ما يشوفوا الحاصل شنو في الحته دي على حسب، يعني حبدو حبه حبه زي الطير عندنا عشوشه ودبرك لكن عندهم غربان كده شكلها قدوم لونه اصفر عنده صوت غريب خلاص تحس زول مشاغب فيك ما اقدر احكي ويكم ابورد حلو الحركه شايفين شكل البارد دي تلقاها في المحلات برضه تخوت فيها الشمسيه بتاعتك خلاص تكون برا على سن لو انت يعني حته فيها مطر خليها برا تنشف او تاخذ واحده لو انت ماشي قريب كده يعني طيب اللايف انتهى في المكان الجميل ده البار العجيب ده الكلاسيكي من 1819 مش 1818 بتلاقى في لايف تاني انا قبل ما انهي اللايف هاخد لي طبعا صور اتذكر بها المكان ده ان شاء الله سيلفي وصور تاني صور المكان يعني شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.